لان يمكن انا قبل المباراه قلت ان لسه كنت المباراه هقول لك، انت على انستجرام كمان كنت من ال يعني او كتبت ان النادي الاهلي انت احساسك ان هو هيفوز بهذه البطوله، انا فاكر صح او بقول صح؟ صحيح. يمكن كان ليا بعض المداخلات وقلت ان انت وانت مسافر بتقول انا النادي الاهلي، انا اللي اتعامل ايوه حساب يعني، فانا اللي كسبان المباراه اللي هنا، انا فنيا افضل، والنادي الاهلي على فكره فنيا افضل من فريق الوداد. صحيح. ويمكن انا قلت ان المباراه دي لازم يتم التعامل معاها نفسيا مش فنيا، لان فنيا النادي الاهلي افضل، وده اللي شفناه على ارض الملعب مباراة لما تيجي المغرب تبص تقصد هنا؟ الوداد هناك المغرب يعني، اللي هي المباراة اللي في المغرب. مباراه العوده، مباراه العوده، ف لان انت الضغوط اكتر كانت على فريق الوداد، فريق الوداد هو اللي مطالب ان هو صحيح. يجيب هدف عشان يرجع للقاء. انما خلينا نقول ان تعامل كولر وتعامل اللعيبه فوق الممتاز، ومن قبلها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا في جزء مهم جدا كان لازم الناس يعني النادي الاهلي ما وقعش في الخطا السامي اللي وقع فيه الموسم اللي فات لما بدا يصفر برافو ان عليك، احنا هو برافو مشكله عليك، صح وهنقابل مشاكل وهنقابل صحيح. ازمات وتحكيم وكله هيبقى ضد النادي الاهلي، انما المره دي اللي انا شفته لا، ان احنا رايحين يعني ان احنا هنواجه كل الصعوبات دي، بس في النهايه انا بطل، انا لازم اواجه كل الصعوبات دي ولازم اكسب، وده اللي حصل. وشفت كان في دعم كبير جدا جدا حتى من الجمهور كله، اني خلاص احنا مش هنلتفت لاي عوائق صحيح. ولا هنلتفت لاي صعوبات، احنا هنلتفت لحاجه واحده بس، ان انت رايح كسبان، انا كمان اقدر ان انا اكسب هناك واقدر ان انا اتعادل هناك، او على الاقل اخرج بالمباراه ان انا احقق البطوله، لاني في الاول وفي الاخر انت كنت رايح كسبان، وهو اللي عليه ضغوط، هو اللي محتاج يعوض مش انت اللي محتاج تعوض. وقدر النادي الاهلي على فكره، كان ممكن النادي الاهلي على فكره يخرج المباراه دي كسبان كمان، يعني لو في اخر 10 في اخر ربع ساعه في اخر ساعه لو كان في شويه تركيز، انا اعتقد ان كان قدر النادي الاهلي يفوز. وسيبك برضه من الناس اللي بتقعد تتكلم وتقول لك ان النادي الاهلي ما قداش، النادي الاهلي لعب بروح العاليه والنادي الاهلي لعب مش عارف، هي جزء من كره القدم الروح العاليه، ولكن بالظبط. الامور التكتيكيه دي مع الاسف يعني لما تكون في ناس تطلع تتكلم بسهلوه اهلا وسهلا، انما تتكلم في امور تكتيكيه لا، هم ابعد من هم يتكلموا في الحاجات دي، لان انا بقول لك صحيح. اللي وصل لمباريات نهائيه واللي اتحط في الضغوط دي هو واللي عاش المواقف دي هو اللي يقدر يحس المباريات دي ازاي بتتلعب. لو جيت بصيت على مانشستر سيتي وانتر ميلان مثلا، هل المباراه اللي شفتها هي مباراه ممتعه للدرجه دي؟ خالص رغم ان فريق مانشستر من خالص اقوى، مانشستر سيتي اقوى الفرق اللي موجوده في العالم، خالص انما هي في مباريات هي لازم تشتغل فيها بالشكل ده.